أنا الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة صيادلة مصر. النهاردة احنا بنحضر جلسة حوار مجتمعي بينظمها مشكورا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سبيل مقترحات مجتمعية لإصلاح حقيقي في وجود إرادة سياسية حقيقية لإنشاء قناة سويس تالتة في المنظومة الصحية. الهيكل الموجود الهيكل من مباني ومن أجهزة ومن أطباء موجود، بس محتاجين نظام، محتاجين جهات مراقبة، محتاجين الفصل ما بين جهات تقديم الخدمة وجهات مراقبة الخدمة. نتمنى أن يبقى في الإرادة السياسية تبقى أكثر قوة في دفع هذه المنظومة. احنا كلنا حريصين على بناء دولة جديدة ومصر جديدة في جمهورية تالتة محترمة. بننادي بإنشاء الهيئة عامة عليا للدواء والغذاء برئاسة رئيس الجمهورية، أو تبقى تقريرها إلى مجلس الشعب لأهمية هذا الموضوع الذي يمثل أمن قومي لبلدنا الحبيبة. فصل الخدمة، مقدم الخدمة عن الجهات الرقابية، ده مهم جدا 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 في هذه المنظومة. الاستماع لينا ومشاركة النقابات اللي هي بتتحدث اللغة الصحيحة، لأن احنا السينك تانك بتاع الدولة، احنا مستودعات الأفكار بتاعة الدولة، احنا صادقين في تعاوننا مع الدولة ان احنا نبني غد افضل لمصر ان شاء الله. لا احنا لسه في مرحلة البرين ستورمينج، يعني مرحلة العصف الفكري، يعني احنا نتمنى انها ما تطولش وتتحول ان شاء الله الى منظومة صحيحة في وجود مجلس برلمان شعبي يناقش القضايا اللي بتمس المنظومة الصحية، وهي كثيرة كثيرة جدا، وهي عانت من إهمال على مدار 30 سنة اللي فاتت. الدستور بيقول 5.5% من الدخل القومي للبلد المفروض يدخل للمنظومة الصحية، هذا غير كافي. بنطالب بدعم أكثر المنظومة الصحية، المواطن المصري بيحتاج خدمات صحية على أعلى مستوى. توحيد الجهات اللي بتقدم الخدمة، يبقاش عندنا تأمين صحي ومستشفيات جامعية وزارة الصحة وأمانة ومستشفيات طلبة ومستشفيات جيش ومستشفيات شرطة. المفروض كل ده يوحد في خدمة واحدة، في رئاسة واحدة، بحيث نقدر نقدم خدمة متعادلة، ما يبقاش الشرطة بتاخد خدمة مميزة عن التأمين الصحي أو العكس.